ارتياد مدرسة جديدة قد يغير حياتك، خاصة إذا اكتشفت مختبراً سرياً فيه ثلاثة كائنات تعيش في جرار. جائع، باركا، أوبن، سكان الجرار جاءوا من حول العالم، لا يعرفون البرية. إذا درسنا ما كتب في الكتاب الكبير قد نتمكن من إعادتهم إلى ديارهم بسلام. فقط إذا نجحنا في تجنب نبيه المبتكر وأجهزة تعقب الجرار الشريرة. سكان الجرار لقد خرجوا ولن يعودوا إليها. سجق أحمق. أوه هيا يا رفاق، يجب أن تعودوا لائقين بدنياً، لا تجلسوا كالبطاطس على الأريكة. الأريكة مليئة بالبطاطس، سأجربها. لا يا جائع، هذا ليس... سأحضر الأدوات. البطاطس هشة جداً. غرزة السراجة، الغرزة المفتوحة. سوفي أنقذتي، هذا أفضل من التلفاز، إنها معجزة. إنها الخياطة يا أبل. يا رفاق انظروا إلى هذا. أنا سجق أحمق. أنا سجق أحمق. أنا أهلا أيها النقانق، سأظهر في بلدتكم هذا الأسبوع، شاركوا في مسابقة شبيه سجق الأحمق غدا لتظهروا على التلفاز معي. من سيظهر في برنامجي؟ أنا سوفي. هلا خيط لي زيا مثل سجق أحمق. أسفة يا جائع، ظهورك في مكان عام خطر، فتنا تدريب برنامج النجاة اليوم، لذا غدا سنضاعف التدريب. لا مسابقة، لا سجق أحمق. من لن يرى سجقا أحمق؟ أنا كفى يا جائع، إذا صنعت لك زيا مناسبا هل ستصمت؟ شكرا يا أوبل. يا أطفال لا تنسوا مسابقة شبيه سجق أحمق غدا. من يرغب في قطعة سجق أحمق؟ أنا خطوة تمدد لف قبض. خطوة تمدد لف قبض. أوه لا باركة، لقد أغشي علي. باركة تحدث إلي. رأيت ضوءا وغابة من أشجار الصنوبر، كانت تناديني. ربما أضغط عليكم كثيرا، استرخي يا باركة، سنجرب شيئا أسهل غدا. لدي صفن الآن، لكن أستطيع التغيير. نعرف أنك تكرهين ذلك. نحتاج أدوات للخياطة ومخرج سري. حان الوقت للإزهار والهروب. رائحة السماد. حسنا يا رفاق، الآن سنختبئ ونتسلل. المنزل الكبير كبير. ممتاز. الآن ماذا نستخدم لجلد السجق؟ رفاق لا أرى شيئا. تشانغ، يجب أن نختبر متعاقب الجرار. تشانغ. قطع السجق. الحشود تتهافت من أجل مسابقة شبيه سجق أحمق عند محطة التلفاز. غرزة الصلصة، غرزة القنبلة. لماذا لا ينجح هذا؟ يا رفاق جئت كي أطمئن. عليكم أيها المخادعون. سوفي لا تغضبي، جائع يرغب في هذا بشدة، نريد مساعدته. هل تصدق هذا؟ هاي أنا في صفهم، علينا مساعدة جائع في هذا، فتى مسكين. أولا نقص هنا وهنا، نقص هنا وهنا، ونخيط هنا وهنا وهنا. من سجق أحمق؟ من؟ أنا سجق أحمق. أنا حسناً، لنصطحب النقانق. أنت لن تذهب إلى أي مكان، ولا أنتما كذلك. سأصطحب جائع إلى المسابقة وحدي. لا نريد أن نكون بطاطس على الأريكة. ما كان يجب أن تخدعوني. فريد أحرس المكان، جائع هيا بنا. لدي فكرة. أن نطيع أمر صوفي ونبقى هنا هادئين. باركة تعرفني أفضل من ذلك. هيا. أوه
احصلوا على السجق الأحمق الساخن. ساخن ساخن سجق يا سيدي. أعتقد أن عملك هنا انتهى يا تشانغ. أم نسيت أول اختبار ميداني ستقوم به لمتعاقب الجار؟ لكن سيدي لا أعذر، فلتحمل مولد الطاقة. الوداع يا ثروة وأهلا بالحمقى. انتظر هنا سأسجل اسمينا. أنت سجق كبير. لا عض يا جائع، نحن هنا. تشانغ تشانغ إنهم هنا ساكنو الجدار. لا أحد يتحرك، العلم على وشك أن ينطلق. إلى الجدار جميعا. ما الذي تفعلانه؟ لا انتظر، أنا عالم مرموق، أقول لكما أنزلاني. هذا أمر مثير للخجل. الأولاد والبنات، حان الوقت، ستبدأ الآن عملية التحكيم. من سيفوز بالمسابقة؟ أنا من الخاسر الأكبر؟ جائع جائع جائع. آسفٌ يا جائع، لم أتعمد الفوز في المسابقة. جائع، أنت أحق بهذا. لما لا نتناول العشاء ونهدأ جميعاً وبعدها يمكن. لست جائعاً. واو، إنه مستاء بالفعل أنك ستلتقي بسجق أحمق وهو لا. لا أحد سيلتقي بسجق أحمق، ليس والبروفيسور يبحث في كل مكان. آسفة يا رفاق، هذا كله خطأ. باركا، افعل شيئا. ماذا؟ ليس ذنبي أن جائع لم يكن معنا في الزي. شكرا كثيرا، وجدتها. هيا نستيقظ، وقت التدريب. الآن سيراك السيد سجوك. من فاز في المسابقة؟ أنت أنت أنت، صافحني. ستكون رائعا، اذهب وراء الكواليس وانتظر، أراك في البرنامج. نجحت، صافحت السيد أحمق. آسف، متحمس. اسمح لنا بالدخول، أصدقاؤنا في الداخل. اسم الأدوات، أفسح الطريق. إنه البروفيسور نبيه المبتكر، يجب أن ندخل. جاهز للعثور على سكان الجرار يا تشانغ؟ جاهز. أهلا بكم، لنبدأ الفقرة بأسلوب سجوق. مصافحة رائعة. تشانغ، هل تعرف ما معنى هذا؟ وفقا لتقديري سجق أحمق من سكان الجرار. من سجق أحمق؟ من؟ ليس أنت أنت أنت، أنت ساكن جرار، وأخيرا سأمسك بك، أخيرا سأعيد لاسم العائلة مكانتها. النجدة، الأمن. أحمق، لا، باركة، النجدة. بالقوة. ها برشاقة. هلا هذا أفضل. ها هم هناك. أهلا، كيف حال الدراسة؟ رائعة، قمنا برحلة حمقاء. طرد المعجب المجنون وهو يقول الجرار الجرار سجق أحمق وهو يشعر بتوتر. أود أن أشكر هذا الفتى،
لم يفز في المسابقة لكن أنقذ حياتي، وهذا يجعلني المعجب رقم واحد به. الوسادة تحتاج الصلصة. صوفي، نحن مستعدون لتدريب برنامج النجاة. لا، قمتم بما يكفي من التدريبات اليوم. أعطني بعض جلد السجق، أعطني بعض المصفحة. عمل رائع يا رفاق، أنتم أبطال. من هو السجق الأحمق؟ نحن